اهلا بيكم، معاكم اميره عبد الناصر من امام فروع محلات بدر العطار حدائق الاهرام في الجيزه، على بعد 600 متر من البوابه الثانيه خفرع. ننقل ليكم اراء الناس من عملاء محلات بدر العطار. طبعا المكان زي ما انتم شايفين مكان كويس جدا والعنوان ما يتوهش. هنعرف العروض وهنعرف الاسعار وهنعرف اراء الناس. خلونا طيب، ممكن اتعرف بحضرتك؟ اسمي يوسف. اول مره تيجي هنا ولا على طول بتيجي؟ لا، تاني مره. طب ايه رايك في المنتجات وفي جودتها؟ لا، الجوده كويسه والحاجه بتبقى نظيفه والاسعار كويسه. طب ايه رايك في الخدمه هنا؟ لا، كويسه برضه. جيت في مره هنا وما لقيتش المنتج اللي انت عايزه او لفيت عليه كتير؟ لا، ما حصلش. يعني موجود هنا كله موجود. الاسعار كويسه؟ اه، كويسه. طب ايه الحاجه اللي هنا منتشره اكتر من بره؟ كل المنتجات موجوده وقريبه البيت، عشان كده عجبني المكان اكتر. طب ايه احسن منتج موجود هنا؟ لا، ما اعرفش الصراحه، ما اقدرش حد. اجي فول. يعني ما فيش منتج معين بتيجي تجيبه من هنا على طول؟ لا، ما فيش حاجه معينه. شكرا لحضرتك. نحب نتعرف بحضرتك. سيد المنياوي. حضرتك زبون دايما هنا على طول بتيجي؟ اه طبعا، انا هنا من ساعه ما جيت الهضبه وانا المحل هنا بشتري غالبيه حاجتي منه. يعني ايه اكتر حاجه حضرتك بتجيبها من هنا واكتر حاجه بتشدك؟ التوابل طبعا، هنا حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه جدا وحاجه كلها فريش وطازه، وبقيه المنتجات برضو حاجه ممتازه، يعني مكرونات مع رز الكلام دوت، كلها حاجات بسم الله ما شاء الله. والاسعار هنا ارخص من بره، يعني تملي انا بعمل برضو كده، بروح محلات تانية اشتري منها، بلاقي هنا الاسعار افضل من بره برضو. حياتك ايه رايك في الخدمه هنا؟ لا، بسم الله ما شاء الله. انت بص، بسم الله ما شاء الله، بتخش هنا بتلاقي فيه بسم الله ما شاء الله زباين كتير، ولكن برضو بتلاقي واحد كده عايز ايه بيلبي لي كل طلباتك، بتخش على كاشير فيش 10 دقايق بالظبط يكون لما كل طلباتك، يعني حتى لو 15 20 صنف بحتاجهم، طبعا البيت المدام توابل ده وده 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 كده، فما فيش 10 دقايق بالظبط بنكون خلصنا حاجه. ايه اكتر منتج المحلات هنا مشهوره بيه؟ انا بحب اجيب من هنا كمون جدا، كمون بتاعه بسم الله ما شاء الله، والفلفل الاسمر، توابل عامه يعني حاجه ممتازه. يعني نقدر نقول ان المحل هنا مشهور بالتوابل جدا، التوابل بتاعته كويسه جدا. صدقيني مش التوابل بس، كل حاجه. يعني هنا تلاقي البيض مثلا في المبادره يعملوه مثلا باكس من الفلوس، هنا تلاقي باكس الا حاجه، يعني لا، الاسعار افضل بكتير بصراحه. يعني حضرتك في حاجات تانية بتحب تجيبها من هنا غير التوابل؟ حاجة معينة؟ اه طبعا، زيوت، في كريمات للبنوتة عندي، في شامبوهات، زي ما بقول لحضرتك كده، الحاجات اللي هي التخسيس والحاجات للدايت وكده، حاجات ممتازة. يعني المكان هنا مش مشهور بس بالعطارة والتوابل، ده كمان مستحضرات التجميل. حتى غالبية الناس الشباب اللي واقفة جوه عندهم خبرة، ده بتاع ايه، ده بيعمل ايه، ده تاخد منه كام جرام، ده تاخد يعني صيادله، مش عطارين. يعني نشكر حضرتك جدا.